لك. طيب أستاذ محمد، عايز أعرف تعقيب حضرتك على يعني المقترح اللي تم التقدم به. تمام. خلينا نتكلم بس الأول في إن إحنا النهاردة قبل ما بنقدم مقترح أو بنسن قانون جديد إحنا بنخضع لعدة قواعد. القواعد دي قواعد أساسية وفقا للدستور المصري، أهمها إن الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية دي أحد مصادر الدستور أو مصادر التشريع. عندنا القوانين أو الأعراف العامة مصدر من مصادر التشريع. عندنا المبادئ القضائية مصدر من مصادر التشريع. طيب النهاردة لما أنا أجي أقدم مقترح لا يمت للجزئيات دي في شيء ولم يطرح من قبل وما فيش اجتهاد تم فيه، بل بالعكس النهاردة المقترح بيدي للزوجة الحق مرتين. حضرتك بتقول لم يطرح من قبل، أستاذ عبير بتقول لك دكتورة أمنة نصير واترفض. لأن ما فيش أي سند ليه قانونا أو شرعا، هو بيخضع للاتفاق. ولا حرام أستاذ عبير، ولا حرام، ما حدش قال إن هو حرام. طيب، ولكن بيخضع للاتفاق. ولكن هقول لحضرتك على حاجة، يعني أي حاجة ممكن نتناقش فيها طالما ما فيش حرمانية. جميل. نتناقش لغاية ما نوصل لحل يرضي الطرفين، نشوف مميزات الموضوع، نشوف الضرر. ليه لا؟ ونبتدي إن إحنا نوازن، نشوف هل الأمر مميزاته أكبر من ضرره ولا لا؟ ما على مميزاته أكبر من ضرره على مين؟ على الطرفين طبعا. مش ما هو في كل الأحوال المرأة هتكون مستفيدة، هي المرأة بتطلع بإيه من الجوازة لو جت تطلق يعني؟ لا، في بقى إحنا نقول بقى النهاردة نبتدي بقى كلامنا من إيه؟ من جزئية واحدة. أنا النهاردة حدي الحق مرتين، معناه إيه؟ الشريعة الإسلامية وعقد الجواز اللي بيخضع للشريعة الإسلامية كفلت حقوق الزوجة سواء ما قبل الطلاق أو ما قبل الزواج لحد الزواج لحد ما بعد الطلاق. تمام؟ سواء نفقة، سواء حقوق شرعية مترتبة على الطلاق، سواء سواء. طيب النهاردة احنا بنقول ان انا بدفع النهاردة الحق مرتين ازاي؟ النهاردة انا عايز نص ثروة الزوج، فانا بقول ان انا بدفع النهاردة الحق مرتين ازاي؟ اقول لحضرتك ازاي. النهاردة المطلقة ليها حقوق شرعية مترتبة على الطلاق، الا وهي العدة، المتعة، مؤخر الصلاة. تمام؟ طيب ايه المتعة؟ ايه مفهوم المتعة في الشريعة وفي القانون المصري؟ المتعة هو تعويض، تعويض للمطلقة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزوج يملك ايقاع الطلاق، فالنهاردة الزوج له رخصة، فحقك انك تطلق ما عندناش مشكلة. ولكن ان تم التعسف في استعمال ذلك الحق وان تم الطلاق أو الطلاق وقع بدون رضاء الزوجة وبدون موافقتها وبدون دخل ليها، فأصبح إن هي تستحق تعويض. إيه هو التعويض؟ التعويض مبلغ يفرض ليها كنظير، مبلغ سمى المتعة. مين بيحدده؟ القضاء؟ القضاء والقانون المصري نص عليه. هو له اعتماد على حاجة. ما أنا هقول لحضرتك، أنا هشرحها. فأصبح إن النهاردة بقى فيه النهاردة مبلغ المتعة اللي هو يعتبر كتعويض للزوجة. تعويض بقى نظير ايه؟ تعسف الزوج في استعمال الحق ان هو طلق بدون رضاه. طيب التعويض ده بيحدد ازاي ومقدره ازاي؟ القانون المصري قال لك اقل متعة هي 24 شهر، تحدد وفقا يعني المتعة اقل حاجة القانون وضعها 24 شهر دون حد اقصى. يبقى النهاردة الحد الادنى لمقدار المتعة هو 24 شهر. طب معلش ممكن استاذن حضرتك في حاجه بس، يعني معلومه دي ده فضول مني، هو حضرتك شفت حد بياخد المتعه دي؟ اه طبعا، احنا بنسمع عن النفقه طول الوقت. لا لا لا، حقوق المطلقه حضرتك الحاجات دي بتتاخد بعد زمن. تعرفي ان القانون بعد زمن، يعني انا الحاله اللي هو ده اللي انا بسال عليه، ان هو احنا دايما بنسمع عن مشاكل كتير. لا لا، حضرتك تعرفي ان القانون المصري تستحق المطلقه متعه حد ادنى سنتين حتى لو الجواز كان يوم واحد، حتى لو مش حاضنه، حتى لو مش حاضنه، هو ملوش علاقه. ملوش علاقه. لا، النهارده لو ست اتجوزت يوم واحد تم الدخول بيها يوم واحد وتاني يوم طلقها، تستحق متعة 24 شهر. طب عايز تحسب ازاي؟ عايز اسال. طب نسمع تعقيب بس بالنسبه للست اللي